تعليل عود على أهم الأحداث الرياضية ومواكبة لآخر التطورات مع قسم الرياضة. انتوما كان عندكم أي رأي في أي موضوع نجموا تكلمونا وتتفاعلوا معنا على 71 725 1000. حديثنا سبور على إكسبرس إف إم، صوتك يزيد في القيمة. إيكو سبور. تحية لكم نسلك المنتخب التونسي صار البارح لتونس بعد الخوض المقابلة الودية ضد منتخب كرواتيا، مقابلة وقع بعدها تحديد القائمة النهائية بالاستغناء عن علي معلول ودعوة كريم العواضي مع الإبقاء على جارديان أيمن دحمين اللي باش يكون مع المنتخب في مصر لكن باش يكون خارج القائمة. اليوم 14 تلعب المقابلة المؤجلة من البطولة بين بنغردين والإسبيرونس، مقابلة باش يقود على الحكم نضال الطيف. الحكم عدد من أحباء الإسبيرونس بالسجن في المغرب بعد مقابلة الذهاب ضد الوداد البيضاء، بتفاصيل ناخذوها في المباشر من عند الأستاذ نبيل السبعي. أهلا بك ماتر. مرحبا إسلام، مرحبا بيك ومرحبا بجميع المستمعين. وكنت تعطينا أكثر تفاصيل على الموضوع. والله يا إسلام، هو بمناسبة مقابلة الذهاب اللي جراها الدرج الرياضي التونسي مع الوداد، فما عدد 5 ولا 4 هما على كل، أنا مش متأكد، ما في الحدود هذا من الأشخاص يعني من شباب من جماهير الدرج الرياضي التونسي في العودة في المطار، وقع ضابطهم يعني بحوزتهم مواد ممنوعة فوقع اقتيادهم فهمتني للقضاء، وتم الحكم في حقهم بمواد ممنوعة. شنية بالضبط ماتر؟ هي نعرف وإحنا المغرب ما نتفهمت يمشي وحتى نحب بشتوان مواد مخدرة، خاطر في مواد مخدرة ممنوعة في المغرب مواد مخدرة. هو ممنوع الحيازة وممنوع الاتجار في غالب دول العالم، يعني ربما الاستهلاك فما توليرانس المغرب، وإنما الحيازة والاتجار والنقل والتوسط هذه جرائم ممنوعة في كافة البلدان. أنا وقع الاتصال بي من طرف شقيق أحد هؤلاء، يعني حب يستفسر ولا يسأل هكا فهمتي، فماش إمكانية يعرف وضعية شقيقه، فباتصالي بصديق محامي مغربي الحقيقة فهمتني حاولت نعاون بما أمكن. نعرف اللي الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي منكب على موضوع آخر، فيعني حاولنا، أنا شخصيا حاولت بشتى الطرق أني نتوصل يعني فهمتني لما أمكن من معلومات، فأمكن لأني أن نعرف اللي كونهم فهمتني وقع محاكمتهم في المغرب كما قلت لك، وقضية في شأنهم بسنة سجن و5000 درهم مغربي خطية. بربي إسلام نحب نحط الموضوع في إطار باش الناس ما تفهمش غلط. قبل هذا سمحني معناتها كلموكم آخر بعد ما تم الحكم في كل شيء ولا كيفاش بالضبط؟ لا هو كلموني قبل حتى الحكم، هو من ساعة يعني إيقافهم أنا اتصلت يعني بزملاء اللي هما نعرفهم منتمين للترجي الرياضي التونسي فورا، معناتها بخلاف اللي أنا عملت المساعي متاعي، لكن حاولت نتصل، كلمت حتى زميل محامي كان متواجد في المغرب وقتها. الحقيقة ما مش نقول لك، ما الموضوع ما وقعش إلى العناية معناتها الكافية، والتوى الأهالي متاعهم معناتها يجهلوا حتى مصيرهم الناس هذوم. نعرف اللي كما قلت لك فما اهتمامات متاع المقابلة ومقابلة العودة اللي جات من بعد ومسار من بعد، لا معناتها من بعد مقابلة العودة من أحداث، لكن هذا مزاد جمهور راهم وبفضلهم هما مساعدتهم ودعمهم تحققت النتيجة الإيجابية للترجي الرياضي التونسي في المغرب. باش نكونوا عمليين، شنو الحل؟ تو بيت الحكم ولا الاستئناف ولا كيفاش الحل؟ الحل شوف، هو في كل الأحوال فما بين تونس والمغرب، وهذا الحمد لله اللي هي العلاقة راهي كبيرة ومتينة بين تونس والمغرب، فما اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين، هذه اتفاقية موجودة من عام 64، هذه مصادقة عليها تونس 64 ودخل حيز التنفيذ 65 في المغرب 66، وفي تونس زدنا دعمناها الاتفاقية هذه بالقانون الأساسي هذا اللي جاء 2016. يعني ممكن لهنا تدخل معناتها من بطبيعة الحال يلزم دعم كبير من الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي بالتنسيق مع سلك الدبلوماسي معناتها التمثيلية الدبلوماسية غادي، ويمكن فهمتني أنه يقع ترحيلهم إلى تونس يقضوا العقوبة في تونس أو يعني يتم أي إجراء آخر. على كل فهمتني نطمن أهاليهم اللي الحل موجود يعني وسهل ياسر، المهم الناس تتحرك في الصنف هذا. نعرفوا اللي تعرفوا غادي هما من اللي مشاو ما عندهمش حتى شيء، حتى الملبس اللي مشاو به قاعدين به التوى، شوف من التاريخ هذاك التوى. حبيت بربي يا إسلام نوضح شيء، راهو هذا ما عنده حتى صلة بالخلاف الفاير بين الوداد وبين الترجي الرياضي التونسي، هذه إجراءات عادية وقاع معاملتهم حسن المعاملة، وهذا ما
تأكدت منه معناتها بنفسي، فمعناتها باش ما يقعش تأويل الموضوع تأويل آخر. فرجاء من الهيئة، وهذا نداء الهيئة المديرة الرياضي التونسي، فيهم راه واحد هذا والده قدم خدمات جليلة للترجي الرياضي التونسي وخدمات جليلة للمنتخب الوطني. الناس كل تعرف لاعب سابق وغادي لاعب سابق ما نسميوهش معناها نعم ما نسميوهش لا ما مش مشكل. ما هما توا يعرفوا على كل، هو الله يرحمه والده. اما على الاقل ناخذوا بعين الاعتبار المعطى هذا ونحاولوا نقفوا معاه. راهم شوف مهما كان لازم يقعدوا توانسه سواء هو الا بقيه الافراد الاخرين. بالطبيعه الناس كل بعض، قلت لك احنا نعاونوا الناس الكل طالما ما مش متعلقه بهم قضايا ارهابيه. هذوك الناس انا مبدئيا ما نعاونهمش، وانا ما مع ذلك يبقوا جمهورنا حتى كان اختلفت الانديه واختلفت الفرق. يعطيك الصحه، شكرا ليك ماتر نبيل السبيعي على كل هذه التفاصيل. اليوم مقابله وديه تتلعب في المغرب 5:30 بين المغرب وغامبيا. كنت في الاخبار تلقاها مع السيت راديو اكسبريس اف ام.com. اجمل تحيات اسلام المتبو.